واحدة من أجمل الممثلات في السينما الأمريكية وليها شعبية كبيرة في العالم العربي بسبب أصولها العربية، فهي من أصل لبناني رغم ولادتها في المكسيك، وسابت دراستها علشان تحقق حلمها في الفن اللي ورثته عن أمها، وبالفعل قدرت تكون واحدة من نجمات الصف الأول في السينما العالمية. تعالوا بينا نتعرف على الفنانة المكسيكية من أصل لبناني سلمى حايك. اتولدت سلمى حايك لعيلة مسيحية في المكسيك سنة 1966، وهي بنت رجل الأعمال من أصل لبناني سامي حايك اللي هاجر أبوه من لبنان واستقر في المكسيك، أما والدتها فهي مكسيكية من أصل أسباني. درست سلمى العلاقات الدولية في الجامعة الإيبيرية الأمريكية، وتأثرت بشكل كبير بوالدتها اللي كانت من مغنيات الأوبرا إضافة لعملها كمدرسة موسيقى. وعلى الرغم من إصرار والدها على إنها تتابع دراستها في العلاقات الدولية على اعتبار إنه راجل أعمال شهير، إلا إنها فضلت عدم تحقيق حلمه واختارت طريق الفن اللي ورثته عن والدتها. وقبل كده دخلها أبوها مدرسة داخلية في لويزيانا بأمريكا لما كان عمرها 12 سنة، وتفوقت في الدراسة ورجعت بعد سنتين للمكسيك، لكن رجعت تاني لأمريكا علشان تعيش مع عمتها في ولاية هيوستن الأمريكية في سن 17. لما رجعت سلمى للمكسيك بدأت تلعب أدوار مختلفة على مسارح العاصمة مكسيكو سيتي، وبعد ما مثلت بطولة مسرحية علاء الدين والمصباح السحري اتوجهت للتلفزيون وبقت ممثلة إعلانات تجارية، وقطعت علاقتها مع الجامعة نهائيا. بعد كده شاركت سلمى في مسلسل تلفزيوني كوميدي، لكن نقطة الانعطاف الحقيقية في حياتها الفنية في المكسيك حصلت لما شاركت في مسلسل تلفزيوني اسمه تريزا، ورغم شهرتها في بلدها المكسيك إلا إن هدفها كان الذهاب لهوليوود في الولايات المتحدة بحثا عن فرصتها هناك، لكن في سنتها الأولى كانت متعثرة. واعترفت سلمى حايك بأنها قضت فترة بدايتها الفنية في الولايات المتحدة كمهاجرة غير شرعية في أوائل تسعينات القرن الماضي، وهي الفترة اللي وصفتها بالأسوأ في حياتها. في مارس سنة 2007 أعلنت سلمى خطوبتها من رجل الأعمال الفرنسي فرانسوا إنري بينو، وكشفت عن حملها، وفي شهر سبتمبر ولدت بنتها فالنتينا. وفي سنة 2008 أعلنت سلمى وبينو انتهاء علاقتهم، ولكن بعد كده اتصالحوا واتجوزوا في يوم عيد الحب. فازت سلمى حايك خلال مسيرتها المهنية بكتير من الجوائز، منها جائزة امرأة العام من مجلة جلامور سنة 2001، وحصلت على وسام جوقة الشرف الفرنسي، وبتقدر ثروتها بحوالي 87.4 مليون دولار. ظهور سلمى حايك بمظهر شاب دايما خلى ناس كتير تعتقد انها بتلجأ لعمليات التجميل، لكنها خرجت في مقابلة وقالت ان كل اللي بتعمله انها مش بتغسل وشها عشان تحافظ على بشرتها. اسست سلمى شركة انتاج ضخمة تخصصت في تقديم الافلام اللاتينية، وفي سنة 2011 اطلقت مجموعتها الخاصة من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة ومنتجات العناية بالشعر، وتم اختيار سلمى حايك في استفتاء مجلة بيبول الامريكية كواحدة من اجمل 50 شخص في العالم سنة 1996. سلمى كانت واحدة من نجمات هوليوود اللي كشفت المستور عن المنتج الامريكي هارفي واينستين، وقالت انه اجبرها انها تعمل مشهد غير اخلاقي ووصفته بالوحش. كمان قالت سلمى انه هددها بوقف فيلم فريدة اللي قامت فيه بدور البطولة وحقق نجاح كبير اذا ما استجابتش لرغباته.